محمد ديمو في كتير ناس بيسألوا كتير مش هواي انت شو في بينك وبين مروة؟ انت شو مشاعرك تجاه مروة؟ السلام عليكم اخواتي منورين وين نوري صحيح؟ نضل منور. السلام عليكم اخواتي عملنا شلون عملنا؟ السلام عليكم اخواتي هذا الفيديو اليوم اسئله واجوبه ورح نعرفكم على البنت الفريق الجديد بنت الجيران رحبوا فيها. رح نعرفكم على مروة دخلت معنا بفريق جديد طبعا جديد يعني صار له شهر او اقل من شهر اسبوعين دي تعالي نزل شكرا عايزين تدفع الكاميرا صار له اسبوعين معنا بالفريق تشتغل معنا لكن اسبوعين اسمع عنك اسبوعين شهر يا جماعه رح نسال بعض اسئله واجوبه مني سؤال وجواب منها وسؤال منها جواب مني راح يصير اسئله ما بعرف شو اسئله عشوائيه لانه سالنا نحن على الانستغرام في كثير اسئله اجتنا يعني ما بعرف نعم نعرف فكلنا نفس الاسئله مين مروة اروى مين مروة اول شيء الاستاذ مروة راح يعرفنا عن حاله استاذ مروة زاد اعرفكم في كاميرا الانسه مروة راح تعرفنا عن حالها تفضلي مرحبا يا جماعه انا اسمي مروة تمام عمري 19 سنة 19 ونص يعني هيك من 4 سنين وقلت لي 19 ما بكبر انا يا جماعة انا ما بكبر عمري 19 لا تصدقوا حدا المهم امي كردية وابوي عربي وصار لي جديد بالفريق ما صار لي شهر تقريبا شهر في كنتونو كذاب اسبوعين شهر خلص شهر غصب عنك شهر انا صار لي جديد بالفريق مع محمد ديمو وان شاء الله رح نقدم لكم كثير شغلات حلوة شغلات كوميدية شغلات فيديوهات عن عبر مواعظ حكم اي شيء يعني محتوى منوع طبعا هاي مروة عرفتكم عن حالها تشرفنا فيها والفريق الجديد وبدي منكم قبل كل شيء كلياتكم تشتركوا بقناتها الجديد هي واحمد اشتركوا يا جماعه كلياتكم رابط بالبايو بصندوق الوصف او بتلاقوه باول كومنت اضغطوا ادخلوا على الاول كومنت او بالصندوق الوصف اضغطوا على الرابط يا اما باول كومنت بتلاقوه مثبت تعليق مثبت اضغطوا عليه واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس ولا تنسوا تشتركوا بقناتي كمان يلا يا اخوان راح يبلش الاسئله اول سؤال انت شو هدفك بالشغل معي وشو اللي خلاك تشتغلي معي ركزي بالسؤال وجاوبي اللي خلاني اشتغل مع محمد ديمو هو انسان كتير طيب ومسايل لابعد درجه وانا بنت عصبيه كتير تمام ففي شغلات منه كتير منيحه عم يسايرني كتير بالشغل وهدفي مع محمد ديمو انه نوصل سوا نشهر سوا نكون على طول سوا وابدا ماني ناويه اني انا انشهر فتره معه وبعدها اترك هذا جوابك وطبعا انا لي الشرف وافتخر بهالشيء السؤال الثاني من عند مروة تفضلي محمد بحال انه انا لا سمح الله صار بيناتنا مشكله وتركت تمام انت راح تشغل بنت بعدي اول شيء نحن مستحيل نترك لانه انا لما بشتغل مع شخص ما ماني مستعد اخسر ولا 1% باي سبب من الاسباب مهما كان السبب انا او هو بكسر طرفين وبنحل المشكله وماني مستعد اخسر انا عم بقول لك بحال لا سمح الله جوابي ماني مستعد اخسر اي حدا من فريقي ان كان احمد او ابو عزاب او يسرى او انت ماني مستعد اخسر حدا طالما دخل اسمك بالفريق فمن صعب من سابع المستحيلات انه ينشال من الفريق الا يكون سبب قوي سبب مقنع سبب فاضح سبب مزعج اي يعني سبب يكون مسوج عليك ومسوج على الشخص الثاني هون يمكن نضطر ننتظر اذا صار هذا الشيء ماني مستعد اجيب حدا ثاني الا ليكون عندي ثقه فيه وطبعا أأمن يعني منه وأهم شيء بتعرفوا يا إخوان هي الثقة إذا مثل ما بقول لك أمين وخاين ما بيشتغلوا مع بعض في حياتهم لذلك لازم يكون اثنين أمينين ففريقي كامل ومكمل ما ناقصني شيء وبإذن الله ما راح أحتاج شيء ثاني لأنه من بعد هيك ما عاد بيلزمني شيء الحمد لله فريقنا يعني كومبلي خمس أشخاص ومتفاهمين مع بعض كلياتنا ومرتاحين مع بعض بالعمل وان شاء الله راح نقدم لكم فيديوهات كتير كتير حلوه مع بعض. السؤال الثالث انت يا مروة ليش انت؟ لانه انا سؤال يا مروة طبعا اغلب الناس شاف فيديوهاتك مع جيفارا العلي، طبعا جيفارا صديق واخ لي وعزيز ساعدني وقت كنت بعين تعب شوي وكنا مع بعض. تحياتي له ولكل واحد بيتابعني من طرفه. مروة سؤالي هو انه انا في اشخاص كثير شافوكي بتصوري مع جيفارا،
شو السبب اللي خلاك تبطلي معه وما تكملي معه الشغل وتركتي؟ انا ما كتير طلعت، ما طولت مع جبارة غير اسبوع واحد وعقلنا ما زبط على بعض، اما طبعا هو انسان كتير رائع ما قصروا معي. جوابي هو مختصر انه ما اتفقنا مع بعض تمام، وبوجه لهم تحية. اشتغلنا انا محمد ديمو، يعني شفت انه انسان مسير، شفت انه يعني اتفقنا مع بعض انا محمد ديمو رح كمل معه، فهذا هو جوابي. لكن حدا بيسألني اشترك جيبارة ما اتفقنا. عكل اخواتي برجع بقول تحية خاصة لجيبارة العلي ومتابعينه. المهم السؤال اللي بعده هي منها لإلي، اسأليني. طيب محمد، انت شو اكتر شيء حبيته فيني لحتى انه انت رح ناوي تكمل معي الشغل؟ انا طبعا مش شغل يعني. اكتر شيء حبيته فيكي بتعرفي شو هو؟ اكتر شيء حبيته فيكي ولا شيء. اكتر شيء حبيته فيكي يا مروة هو انه متفاهمين مع بعض و حسيتك عم تدور على شيء. اكتر شيء حبيته في مروة انه وفق نزله. السؤال اللي بعده مروة رح تسألني وأنا رح جاوب، تفضل. محمد ديمو، في كتير ناس عم تسألني وتسألك، أنت كيف تعرفت على مروة؟ مين مروة؟ أنا تعرفت على مروة يا أخوان بعين تاب، يوم اللي نزلت من فترة على عين تاب زيارة، وهنيك بركنا مع بعض، وبركت مع أمها وبركت مع أخوها وتعرفنا على بعض وكذا، والله يخلينا بعض، عائلة كتير محترمة. شكرا. هون بركة تعرفت عليها واتفقنا مع بعض على الشغل، ووافقت على كل شيء وانا وافقت على كل شيء، واتفقنا مع بعض وبلشنا فيديوهات، وكل فيديوهات شفتوها بقناتي انا ومروة كانت بعين تاب كلياتها، وهلا عم نصور باسطنبول وعم نحضر الفيديوهات القادمه اللي راح تشوفوها ان شاء الله من هون لاسبوع اذا الله راد. وتعرفت عليها مثل ما تكون بعين تاب، واول شيء تواصلنا مع بعض على الانستا وهيك، وصارت اتفاق بيناتنا مثل ما تكون بلشنا هون. كثير ناس بيسألوني انه انت ومروة كيف رح تصوروا مع بعض، فلهيك رح اسأل السؤال لمروة، انا وانت كيف رح نصور مع بعض؟ انت بعين تاب وانا باسطنبول. هلا حسب ما بنعرف انه كيف رح تصوروا مع بعض فيديوهات من هون ورايح؟ رح اسأل هالسؤال لمروة. يا جماعة، محمد ديمو رح يصير ينزل كل شهر كل شهرين عندي على عين تاب، وانا كل فترة اطلع على اسطنبول ونصور، تمام؟ هيك رح يصير التصوير، رح نصور باليوم أكثر من فيديو. تقريبا راح نصمت فيديوهات بحيث اني انا لما نبعد عنه في فيديوهات ينزلوا، فهيك راح يكون الشغل يا جماعه. يعني بالمشار محي انا بنزل لهونيك، في الي قريبين بيت جدي بيت امامي، بنزل لهونيك وبصور معها وهي فيها هون بتجي وبتصور معنا وبنصمد الفيديوهات، شرط 10 فيديوهات خلال اسبوع كذا، وبعدها بنصير بننزلهم كل يوم يومين ورا بعض، بيكون راح شهر من هون لشهر بنرجع ننزل هيك على هالحاله والفيديوهات بتصمدوا. ايه، وهون سؤالي لك محمد ديمو، شو اكتر شيء حبيته فيني لحتى ناوي تكمل الشغل معي؟ اكتر شيء حبيته فيكي بصراحة انه شو صاين؟ ما في شيء حبيته فيكي. احكي قدام الكاميرا، اذا حكيت بتنزله. لا تمام خلص. ايه محمد ديمو، شو حبيت فيني؟ ممكن غير السؤال؟ طيب. ما عاد اسالك السؤال، جاوبني. صار يلا عطيتها يا خنتي. اكثر شيء حبيته بمروة انه بنت كثير عندها موهبه بالتصوير وعندها حماس بموضوع التصوير والسوشيال ميديا، يعني في عندها هدف، في عندها محتوى، وبصراحه لما بتصور معي بتصور بروح وقلب ورب، وبتعطيني حماس اكثر مني. يعني بصراحه مرات بكون انا عندي برودة قلب، بكون ما عندي نفس اني صور او شيء، فهي بتقوم بتشجعني شوي وبتساعدني ونتعب مع بعض وبنقدم الفيديوهات اللي بتشوفوها. سؤالي هو نفس السؤال، شو اكثر شيء بتحبيه فيني؟ انه هو انسان مساير كثير كثير يا جماعه، وانا بنت عصبيه بشكل مو طبيعي، فهو يا جماعه بحكي قدام الكل كثير بيسايرني بشكل مو طبيعي، فمشان هيك انا هذا هو الشيء يلي حبيت اني اشتغل مع محمد ديمو، انه مساير بس. بس؟ بس هاي صار بسير حالي لك؟ ايش صار فيك؟ بس لو طولك ايش صار فيك؟ بس صار بسير حالي يا ماما هيك شغله. استغفر الله العظيم. وهلا راح اصير اسالها انا السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده لمروة، ليش نمرة رجلك صغيرة؟ والله يا جماعة انا عم بستنى شو بدي اسال.
يا جماعة أنا قاعدة حتى هيك عم بستنى شو بده يسأل. حضرتك هذا السؤال بينسأل الدهر على؟ إيه استغربت نمرة رجلي كثير صغيرة. يوم اللي عملت الفيديو فعلا قد رأي رجلي ها. بدك تدور على محل من الليل يا جماعة مضبوط أنا نمرة رجلي 35 سم. وهلا يا إخوان دخلنا بأسئلة المحرجة والصراحة. سؤال لمروة بتجاوب بكل صراحة. هنجاوب بكل صراحة يا جماعة تابعوا الفيديو للآخر. وحساس. تمام. وين حسيتي بمتعة بالشغل أكثر؟ وين استمتعتي وارتحتي بالشغل أكثر؟ مع فريق ديمو أو مع فريق جبارة العلي؟ جربتي الفريقين، وين استمتعتي وارتحتي أكثر؟ يا جماعة هلا حسب ما بتعرفوا إنه أنا مع جبارة العلي ما طولت يعني أقل من أسبوع، ومع محمد ديمو صار لي شهر. فالمهم يا جماعة جبال علي ما لحقت أشوف خيره من شره، بس مثل ما قلت لكم إنه خلص مبين من أول طريق إنه ما اتفقنا ما رح نتفق. أما إنه هن كل فريق له عاداته، كل فريق له شغله، كل فريق بيختلف عن فريق. فبصراحة إنه فريق ديمو أكتر من شخص وكلياتهم متفقين وهيك، فأكيد فريق ديمو ممتع أكتر وحماسي أكتر. Thank you. سؤالك تفضلي. محمد ديمو في كتير ناس بيسألوا كتير مو شوي وأول معجباتك تمام؟ فبيعدوا بيسألوا أنت بتصور مع مروة ميوزيكلي وبتطالع شغلات رومانسية مع مروة ومزحكم على البث اليوناو بشكل مو طبيعي، تقربكم من بعض بشكل مو طبيعي بفترة قصيرة، أنت شو في بينك وبين مروة؟ أنت شو مشاعرك تجاه مروة؟ هذا السؤال صعب. كملوا الفيديو للآخر يا جماعة تابعوا. صعب ومستحيل. بصير ممكن استعين صديق انتصر. الشيء اللي بينه وبينها مثل اي اثنين مع بعض يعني شيء طبيعي كتير، ومثل ما تركون بنعطي حماس لبعض، ولما بنكون مع بعض ونستمتع مع بعض اكثر بالشغل طبعا بيكون احمد وفعزاب ويسرى كلها بنعطي طاقه ايجابيه لبعض، ولما بنكون مع بعض باللايف كثير بنمزح مع بعض وبناخذ ونعطي اخذين وش على بعض كثير، ولما بنعمل ميوزيكلي بنتفق مع بعض وبنعمل فيديوهات باحساس ومعاني حلوه كثير، وطبعا قليل بنسوي ميوزيكلي بس انه حتى نعمل صفحه كبيره كمان على ميوزيكلي. فجوابي هذا هو نفس السؤال لمروه. جوابي هو يا جماعة شوي رح يكون طويل، فبيني وبين محمد ديمو إذا طويل بلا روح الله لا عم ضبط بدها تفوز إيدي عم ولا لا أنا بدها ترجع تفوز باسد عطيته يا جماعة لا كذابة باسد خليك لا لا نزل لا ربك تنزل لا عملوا كواليس ها بنزل آخر مقطع اسمعوا عم تقولي لا هي حتى كل هي رح نزلها المهم يلا عيد نفس ما قلكم محمد ديمو يا جماعة نفس ما حكى بالميوزيكلي نحن لما بنصور هذا الشغل أول شيء، ثاني شيء بنصور بمعاني وبإحساس تمام؟ يعني نحن عم نقدم شيء حلو، عم نحاول نقدم شيء حلو. وصرت أقربي من محمد ديمو مزحنا يا جماعة كثير، نحن قاعدين مش على بعض كثير، بنمزح باللايف كثير، شلون لألكون؟ خلص فهمون بدكم يعني ما جاني جواب أنا ما جاك ما يا جماعة صدق. الجواب الحقيقي هو انه نحن علاقتنا مع بعض مثل ما تكون مثل اي ثنائي اثنين مع بعض عمل، وهذا الشيء يعني اكيد راح يكون في باي فريق مكان. اللي عنده اسئله ثانيه تفضل يسالنا اياها بالكومنت، بس ما برايي تسالوني اياها باليوتيوب. اللي بده يسالنا اسئله ونرد عليه على الانستغرام، حساباتنا الانستغرام موجوده بالبايو، حسابات الانستغرام تبع مروه، ادخلوا على صندوق الوصف وكبسوا فولو وبعتوا على الانستغرام وراح نرد باذن الله اذا الله نعمل جزء ثاني لحلقه الاسئله ان شاء الله. كل شيء عندكم اياها تفضلوا سالونا اياها. على كل اخواتي خلص الفيديو طولنا عليكم كثير، لا تنسوا تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. يا اخوان اللي شاف الفيديو بتمنى منكم تتاكدوا من زر الجرس انه مفعل او لا، لانه صايره مشكله باليوتيوب ما عم يوصل اشعارات للناس، فعلوا زر الجرس كثير 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 ضروري هالشيء. ان شاء الله يكون عجبكم الحلقه اليوم، وطبعا يا اخوان مثل ما قلت لكم انتظرونا بفيديوهات حلوه، وانا الفيديوهات اللي بقدمها كلها عبر ومحتوى مختلف عن الكل. اكلن يا اخوان ما راح نطول اكثر من هيك، تحياتي لكم، ليله جميله للجميع.